يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كبير السن ويحتاج إلى أن يحفظ حتى لا تتسرب النجاسة إلى جسده، فإذا لم يجد من يغير له فهل له أن يصلي بالنجاسة؟ إذا بيخرج الوقت ولا عنده أحد يغيره يصلي على حسب حاله، إذا خشي من خروج الوقت ولا عنده أحد يغير له وهما يستطيع يغير يصلي على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعت، ولا يخرج الصلاة عن وقتها. نعم.